قناة شوف تي في. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مباشر معكم من مدينة دار البيضاء. كتشوفوا هذه اللحظات الروينة صراحة بمعنى الكلمة، منطقة الرحمة في هذه الأثناء. الطوموبيلات اللي كيغرقوا هنايا الطريق كما كتشوفوا بسبب الفيضانات، حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا معنا شنو واقع هنايا بسبب ضعف البنية التحتية. نصف ساعة يعني ما كملش نصف ساعة ديال الأمطار هنا بمدينة الدار البيضاء، كنشوفوا يعني وقع ما وقع طريق ديال الرحمة هنايا. هاد الروينة هادي اللي واقعة يعني الناس يعني راه مشاكل صراحة هنايا بالنسبة للناس اللي كيدوزوا. والله إلا ولات الفيضانات بسبب تساقطات مطرية. ها انتم مشاهدي قناة شوف تيفي، شوفوا الناس كيفاش كتقدر انها تقطع من الطريق، وهادشي كامل سبب يعني روينة ديال بصح. ها انتم شوفوا الطريق فين حابسة لهيه، شوفوا الطريق فين حابسة لهيها يعني الروينة تما كبلوكية الطريق. وهنايا ها الناس كيفاش كيقطعوا، الناس ملي كيقطعوا مشاكل صراحة ديال بصح، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها انتم مشاهدي قناة شوف تيفي، شوفوا الناس كيفاش كيقطعوا، كيفاش كيخاطروا بحياتهم وكيقطعوا من الطريق. ها انتم يعني راه مشاكل. شوفوا شوفوا شوفوا، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البنية التحتية بنية هشة هنايا بمنطقة الرحمة. فاليوم شفنا العجب، والله العظيم إلا شفنا العجب. نصف ساعة من التساقطات المطرية خلاتنا نشوفوا، خلاتنا نعرفوا البنية التحتية اللي كاينة هنا في كازا. كازا ها انتم مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتشوفوا الناس كيفاش كتقدر انها تقطع من الطريق. ها انتم زين لا زين شويه زين شويه زين 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 يعني مشاكل اللي هي كبيرة بزاف. شوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي الناس كيفاش كيقدروا أنهم يقطعوا من هنايا. الناس هنايا راهم مشاكل، والله العظيم إلا مشاكل. الناس ما بقاش كيقدروا انهم يدوزوا من الطريق الرئيسيه من الشارع الرئيسي لانه غرق في الماء، غرق في الماء. ها انتم مشاهدي قناه شوف تيفي، حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الناس كيفاش كيقدروا انهم يقطعوا من هنايا. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني الناس هنا كيلقاو مشاكل ديال بصح. ها انتم مشاهدي قناة شوف تيفي الناس كيفاش كيقدروا انهم يقطعوا هنايا بمنطقة الرحمة اللي يعني ولات كتعيش يعني واحد يعني بنية. شوفوا شوف كيفاش كيقطعوا، ها انتم شوف كيفاش كيقدروا يقطعوا. باش غتقدر تقطع من هنايا راه ما يمكنش. مشاهدي قناة شوف تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في بث مباشر اخر بعد ما حاولنا اننا نقربكم من هذه الروينه اللي ولات هنايا مدينه الدار البيضاء هنايا بمنطقه الرحمه. طريق بلوكي ديال بصح جا من هنا، وهنايا شوفوا معانا الحاله الكارثيه ديال الطريق.
يعني بسبب يعني نصف ساعة ما كاملاش ديال التساقطات المطرية. هذه النتائج ديال التساقطات المطرية لنصف ساعة فقط، الطريق يعني غرقات. واش القوات ما مسلوليش؟ ما فهمناش الصراحة هادشي شنو السبب ديالو. أنتم مشاهدي قناة كوتيجي، الناس كيفاش كيدوزو من هنايا في منطقة الرحمة، طريق لي يعني ولات مكبوسة، يعني الناس اللي كيدوز من تماك راه كيخاطر بالسميت، كيخاطر بالطوموبيل ديالو، كيخاطر بالياسمين. طيب الله يلا مصيبة، الحمد لله ربي يجيب لنا. أنتم مشاهدي قناة كوتيجي كما كتشوفوا معنا في هاد اللحظات طريق هلكة لتيه.